السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا كلنا شفنا الفيديو بتاع السلكات اول ما جبناها، السلكات اللي هي بتاعة الحمام اللي احنا اول ما جبناها صورناها وعملنا عليها فيديو. طبعا لو محدش شافها هنسيب رابط الحلقة بإذن الله في صندوق الوصف، يعني اللي عاوز يشوفها يشوفها تاني ان شاء الله قبل ما احنا ظبطناها وقبل ما احنا نجددها. طبعا زي ما انتم شايفين السلكات ورا اهي، احنا طبعا ظبطنا دنيتنا ورصنا حاجتنا، بس احنا طالعين النهارده بس نعرض مع بعض السلكات، هنشوف احنا عملنا فيها ايه وجبنا فيها ايه واشتغلت معانا ازاي، وهل هي هتنفع ليه، يعني هي هتنفع ليه بعد كده. فطبعا احنا طبعا بعد ما جبنا السلكات احنا قعدنا شويه كده، يعني قعدنا تقريبا 5 ايام 6 ايام، قعدنا اسبوع بالكثير بمعنى اصح، قبل ما جبنا حاجتنا وقبل ما دورنا على دراج لان كان فيها دراج صار. انا عامه كده كده ايه، انا هسيب لكم زي ما بقول لكم هسيب لكم رابط الفيديو اللي هو بتاع يعني بتاع السلكات قبل ما هي تتجدد، هسيب لكم في صندوق الوصف عشان تشوفوا شكلها كان عامل ازاي، يعني عشان تشوفوا شكلها الاول كان عامل ازاي وهي جايه ازاي، عشان لو ما شفتش الحلقه ده باذن الله. فطبعا احنا ايه قعدنا اسبوع عقبال بس ما جددنا السلكات وعقبال ما جبنا حاجات وعقبال ما جبنا المستلزمات بتاعتها. فاحنا طبعا دلوقتي احنا خلاص رصيناها زي ما انتم شايفين بنفس الطريقه دي. احنا طبعا كده كده هنجيب الكاميرا وهنتفرج عليها مع بعض وهنشوف احنا جبنا ايه وعملنا ايه، وهنشوف باذن الله ايه اللي هيتحط فيها بعد كده. يعني احنا كده كده حاطين فيها حمام دلوقتي، بس هنشوف اللي بعد كده وهنشوف طريقه تنظيمها وهنشوف احنا عملنا فيها ايه بمعنى اصح. هنشوف بقى الكاميرا ونتفرج كده مع بعض واحده واحده ونشوف الدنيا مع بعض فيها ايه باذن الله تعالى. كده هنتفرج بس الاول على السلكه كده من بره وبعد كده نشوف اللي فيها. كده احنا معانا التمن عيون اهم بنفس الطريقه كده. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا من فوق. طبعا احنا ركبنا طبعا عمتها كانت جايه من غير الخراطيم، جايه من غير السقات وكانت جايه من غير الكلام ده كله، احنا الكلام ده اتعملناه وعملنا في قلب فيديو. فطبعا برضه هسيب لكم رابط الفيديو دوت في قلب صندوق الوصف عشان لو حد حابب ان هو يعملها او يجربها، فانا كده كده هسيب لكم الرابط باذن الله تعالى. وده طبعا الجرد اللي احنا عملناه، الحاجات دي كلها احنا عاملينها في قلب الفيديو مصورينها مع بعض. تمام، هنا في اول عين هنا كده محطوط الطاجن بتاعنا، الطاجن اللي احنا مجهزين عامه عشان لو في حمام جه ولا حاجه، فاحنا مجهزين على يعني ندخل الحمام على طول باذن الله تعالى. تمام، طبعا اللي عندي فاضيه زي ما انتم شايفين. بصوا بقى منظر الاكلات، دي منظر الاكلات بتاعتنا، عين هنا وعين هنا. تمام، الاكلات دي يا جدعان يعني بصي السلكات عامه كلها مريحه، يعني السلكات كلها مريحه. انت الاكل يعني انت بترفع ديت وبعدين بتحط اكل هنا وبعدين بتنزل تاني، تمام بتنزل الغطا بتاعك تاني ولا اي مشكله. هنا السقايات طبعا كلها بتنزل مره واحده، عامة مش مشغل السقايات دلوقتي، يعني انا مش مشغل السقايات دلوقتي. العين التانية كذلك. تمام، طبعا تبصوا منظر السلكات بس الاول، يعني السلكة اتدهنت، السلاكة معانا هنا اتدهنت، انتوا فاهمين؟ السلاكة ما كانش منظرها كده كلها كانت مصدية، احنا دهناها عامة في الاول حتى كان مكان كان قشر بتاعت الريشة هنا اهي. فطبعا زي ما انتوا شايفين اهو، هنا بقى الادراج البلاستيك اللي احنا جبناها، اشترينا الادراج البلاستيك ده لان كانت جايب ادراج صاج وكانت مطبقه وكانت الصاله كان واكلها خالص. جبنا الادراج بتاعتنا، تمام، ما سبناش حاجه غير لما جبناها، يعني احنا ما سبناش حاجه غير لما جبناها. العين الثالثه كذلك، برضه حاطين الطاجن بتاعنا مجهزين على الشغل باذن الله تعالى. برضه الاكله حاجه موفره جدا وحاجه مريحه جدا، يعني بصوا حاجه فوق الوصف بصراحه، اللي انت بتجيب شويه الاكل تروح حاططهم هنا وبعدين تقفل هنا تاني، بس انتهت على كده. على فكره دي بتتخلع برضه، يعني دي بتتخلع. هنا يعني دي السقايه بتاعتنا، السقايه برضه بتاعتنا. هنا يعني برضه الاكله نفس الكلام. الباب ده على فكره ما كانش موجود، انا اشتريت الباب ده برضه، يعني انا اشتريت الباب ده دي ما كانش موجود فيها فاحنا اشتريناه. هنا هنا بقى في جزء حمام الطاطي اللي احنا كنا مصورينه برضه هنا مع بعض. هنا بسم الله ما شاء الله الله اكبر. طبعا انا هنا حاطط سقايه ليه؟ انا حاطط هنا سقايه عشان خاطر ان الحمام كان جاي تعبان، فطبعا انا بعالج، يعني انا بعالج، انما لو مش بعالج انا كنت شغلت سقايات الاوتوماتيك. كمان بقى مش شغل سقايات الاوتوماتيك على قصين بس. بصوا يا جماعه منظر الاكل، بنحط الاكل هنا وبعدين بنقفلها بنفس الطريقه كده، حاجه مريحه. الادراج البلاستيك بتشال وبتتنضف عادي مفيش اي مشكله. كل عين نفس الكلام، يعني كل عين نفس الكلام مفيش اي تغيير. هنا برضو قص هنا اهو معاهم ابنهم برضو نفس الكلام، برضو حاطين سقايه. هنا برضو كذلك الحاجه كلها مرصوصه، يعني رصه محترمه، يعني رصه محترمه زي ما انتوا شايفين بنفس الطريقه كده. الله اكبر، ادعوا لنا انفسكم بالبركه. حاجه
حاجه بصراحه مريحه، يعني حاجه تفتح نفس الواحد على التربيه، يعني حاجه تفتح نفس الواحد على التربيه. طبعا مدى عشان تكونوا عارفين، احنا الايام الجايه هنشتغل في الحمام التقيل وهنشتغل في حمام الزينه ان شاء الله تعالى. انا استقريت على كده، هنشتغل في الحمام الزينه وهنشتغل في الحمام التقيل، التقيل اللي هو زي الرومي زي الكينج زي اللحم زي الحاجات ده كلها ان شاء الله، عشان بقى اللي حابب ان هو يربي في البيت. يعني الحمام ده كله حمام طيران، حمام نش، فطبعا مفيش حد هيستفاد منه. فاحنا بقى باذن الله هنجيب حمام زينه تمام بيتربى في البيت عادي مفيش اي مشكله، هنجيب حمام تقيل اللي هو زي الكينج وزي الرومي زي اللحم الفرنسي، الحاجات بتاعه الاكل، الحاجات التقيله، الحاجات المحترمه اللي هي اللي تنفع انها تتربى في البيت واي حد ان هو ينفع يربيها غير الحاجات ديت، لان الحاجات ديت محتاجه شغل تاني، يعني الحاجات دي محتاجه شغل تاني ومحتاجه معامله تانيه. فاحنا باذن الله احنا هنظبط الكلام ده كله ان شاء الله الايام الجايه، وباذن الله في حاجات تانيه هتمشي وفي حاجات تانيه هتيجي، وبعدين بنظبط الدنيا مع بعض واحده واحده. انا حبيت بس ان انا ايه اشاركوا في قلب الحاجه ديت، يعني تتفرجوا معايا عليها على الحاجه اللي احنا عملناها. فبالتوفيق للجميع وشكرا جدا للسماع حضراتكم. السلام عليكم.